ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل معانا حاجة تهم ست كل بيت في نظافة البيت بعد تعب يوم كامل من منها بتطبخ في شهر رمضان معانا الأستاذ مجدي عطية الكيميائي اللي كلمنا عن منتجات شركة الفنار اللي يتخذوا السوق المصري في الفترة الأخيرة والأستاذ مجدي النهاردة هيقول لي المنتجات بتاعت الشركة بتاعته اللي هي بتريح ست البيت يعني ست البيت تنور في الطبيخ وفي الغسيل وتراكم دهون على مش عارف فين والكلام ده كله عندكم منتجات كويس مجدي عشان راح ست البيت اللي هي ست الكل طبعا ده الشغل الشاغل ست كل بيت بالذات كل سنه وحضراتكم طيبين في الشهر المبارك عندنا المنتجات الرئيسيه عندنا او المنتج الرئيسي منتج لايت مزيل للدهون والشحوم اه اللي طب هو ممكن حضرتك. نوري للمشاهدين اللي هو العبوه اللي الصفرة ديت آه. اللي هو منتج لايت ده مبدئيا عشان كل ست بيت تكون مطمئنية ان ده منتج مسجل آه علامه تجاريه ملكيه فكريه خاص بنا ممنوع تقليده في السوق المصري اه, آه النقطه الثانيه المهمه قوي اللي يهمني الناس كلها تعرفها ان اي منتج لابد يكون مطابق لمواصفات وشروط الهيئه العامه المصريه للمواصفات والجوده يعني حضرتك هو المت... واخد موافقه الموافقة انا هي حضرتك الموافقه دي بتصدر من وزاره الصحه لا اما بتصدر الهيئه من وزارة الصحة؟ العامه المصريه للمواصفات والجوده اللي أوه. هي بنقول عليها هيئه التوحيد القياسي طيب المصريه اه لان في مواصفات مصريه أوه. في مواصفات خليجيه فيه مواصفات اوروبيه اه طب حضرتك احنا ماشيين بالمواصفات الخليجيه اه مو... ماشيين بالمواصفات التصدير المصرية. في التصدير بلتزم من المصدر اليها أوه. لو جهه خليجيه يبقى مواصفات خليجيه لو جهه اوروبيه يبقى الشروط او المواصفات الاوروبيه أوه. دي حضرتك المواصفه اه معتمدة اه زي ما احنا شايفين عشان كل ست بيت تامن أوه. على استعمال المنتج بتاع الشركه لازم يكون المنتج مرخص ومعتمد من الحكومة المصرية آه مطابق مم. للهيئة العامة المصرية للمواصفات والجودة اللي إحنا بنقول عليها هيئة التوحيد القياسي هيئة التوحيد القياسي المصرية آه. أنا برضه بأكد على المصرية آه. لأن في مواصفات أوروبية في مواصفات خليجية آه وحضرتك الوقت يعني ستات زوجاتنا وأمهاتنا وأخواتنا النهارده المنتج كماده كيميائيه بنستخدمه فضل. على اساس ان ممكن بنلاقي مثلا منتجات مش موجوده او بتتعامل بمعنى صح تحت تحت تمام. السلم ما هو ده بنسمع اللي, اللي هو تحت السلم ده ده حضرتك آه. الفرق بين منتج مسجل طبقا لمواصفات واسس وقواعد علميه ايوه ومنتج عشوائي ما احنا عايزين ناخد المنتج حضرتك ان هو كمنتج علمي او ك في حاجه علميه بنستند لحاجه علميه بما ان حضرتك كيميائي بت ماسك المصنع اللي هو مصنع الفنار حضرتك ماسك المسؤول عن المنتجات ديت او المنتجات بتاع الشركه اللي احنا شايفينها على الشاشه حضرتك بتاخدوا الموافقات بتقدم بتروح معامل تحاليل بتروح طبعا مصلحه كيمياء اه اه وبتصاحب عينات من السوق وبتتحلل في مصلحه الكيمياء اه اه والمنتج بتاع حضرتك له علامه مثلا مميزه في السوق او آه لا ما هو مسجل علامه تجاريه اللوجو اللي, اللي ده اللي انا وريته لحضرتك ممكن حضرتك تعرضه على الشاشه ايوه لا ال العلامه التجاريه اه اللي هي الملونه الالوان اللي انا ليه؟ دي حضرتك ديت العلامه التجاريه أوه. بتاع أوه. المنتج أوه. على اساس ان هو اي مسجد. حد هيجيب المنتج بتاعه أوه. أوه. يكون لا. عليه العلامه التجاريه ديت بتاع أوه. الشركه على اساس ان احنا بنحافظ على امهاتنا وعلى زوجاتنا وعلى اخواتنا في, في البيت بالزبط. ما اجيبش منتج مثلا مقلد ما اجيبش منتج في مواد كيميائيه غير صالحه او بنسب مختلفه او, أو بنسب مختلفه اكتر من الحد المسموح بيه اه ما مش واخد الجوده المصريه زي ما احنا بنقول وحضرتك هو بيستخدم في ايه المنتجات بتاعه حضرتك اللي هو اللايت نبدأ باللايت. نبدأ, باللايت. نبدا باللايت ده اللايت الاساسي ده خاص بالبتوجازات خاص بالشفاطات خاص يعني ايه خاص بالبوتجازات يعني مش فاهم. يعني حضرتك مثلا ست البيت بعد الطبخ بتاع احيانا بيحصل فوران بتاع بتلاقي دهون زيوت بتنزل مكان مثلا حضرتك بتعمل حاجه يعني هو نقول, نقول ان نقول ان اللايت ده مزيل للدهون مزيل للدهون اه وبيتميز بثلاث حاجات مهمين جدا احنا عايزين الميزه اللي ما بينه وما بين المنتجات اللي في السوق حضرتك ده الميزه الاولى اللي تهمني إلا على أساسها الهيئة المصرية بتوضع قياسات ونتيجة طبعاً أبحاث وناس متخصصة بتحط نسب معينة بتكون آمنة حد الأمان آه. رقم واحد بيتوفر في حد الأمان ليه بيتوفر في حد الأمان؟ الأمان من ناحية إيه حضرتك؟ من ناحية التأثير على الإيد من ناحية الريحة من ناحية التأثير على الجلد؟ الجلد ده أساسي لأنه هو رقم واحد الجلد يعني اساس لان هو بتستعمله الرائحه حاجة. الرائحه بتاعته آآ آآ الرائحة, الرائحه بتاعته, بتاعته برضه ما تكونش نفاذة عشان ما تعملش التهابات بالجوبه الانفيه التهابات بالجوبه الانفيه الملمس على الايد انا قلنا الجلد خلاص آه آه هو الجلد والرائحه ما هو بص في حضرتك عندنا طب هل بياخد وقت معين ازماج دي مثلا مثلا دقيقتين دي ثلاث دقايق هو ست البيت بترش على المكان اللي متراكم عليه الدهون وبتترك المنتج لمده ثلاث دقائق لمده ثلاث دقائق 3 دقائق أوه. عشان يحصل حاجه بنسميها في الكيمياء اللي هي كومبليت ريأكشن او تفاعل تام مع السطح المراد تنظيفه او مراد تنظيفه بعد كده بتسحب بتمسح باسفنجه في ايدها وبعد كده تصطف بالميه نتيجه فعاله جدا منتج طب ما حاولتوش من تحدثوا منه تعملوا حاجه حديثه كلام من ده؟ اه انا انا آه كنت جاي لحضرتك بقى في ده آه آه هتلاقي حضرتك ده اللايت وفيه السوبر لايت سوبر آه لايت اه اه منتج آه سوبر آه لايت آه تطوير يعني لللايت تطوير لللايت آه آه اللي هو مزيل آه الدهون آه, اه اللايت ده مخصص اساسا للشفاطات آه آه آه. الدهون اللي هي بتبقى في المطابخ حضرتك على السيراميك في الاماكن اللي هي بتبقى ورا البيتوجاز آه. اماكن خروج الابخره والكلام ده آه آه الشوايات طب هل الافران في... ما انا اقول لحضرتك ها. اه كل اللايت انا مستعجل الاجابات بصراحه لا. لا هو حضرتك لان هو المنتج بتاع حضرتك <applause> برضو اللي هو بياخدنا يخليك لأنه شيق في الحديث شويه لا هو اللايت آه. الاصفر ده اساسا اساسا للاربع حاجات دول. طب يعني مش ممكن أستخدم الارضيات مثلا لو عليها دول السوبر لايت بقى. آه يعني السوبر هندخل في السوبر لايت. ايوه آه السوبر لايت يعني فيه آه مادتين اساسيين او مواد اساسيه بنقسمهم بنقول كيميائيا ايونك سيرفكتنت ونون ايونيك سيرفكتنت بالاضافه الى يعني ايون ايون مواد آيون آيون ايونيه لها توتر آه سطحي آه او فاعليه سطحيه. آه. اللي هي تفاعلات كيميائيه تفاعلات كيميائيه ايوه آه واخد بال حضرتك؟ احنا لما طورنا اللايت كنا بنقول ليه نختصر على البتوجاز والشوايه والشفاط ايوه ده ما فيه السيراميك فيه السجاد عرضه للاطفال مثلا حضرتك ثواني بس عشان اللي بيستخدموه في البيت يبقوا عارفين اللايت بيستخدم للبتوجاز للشفاط الشوايه الشوايه الافران بصفه الافران تنظيف الافران ماشي عم. انما الاسطح الخارجيه مثل زي السيراميك والارضيات السوبر لايت السوبر لايت السوبر لايت ايوه السوبر لايت يزيد عنه بقى حاجات كتير إيه إيه. اللي هو السوبر لايت الاخضر ولا اللي الاسود؟ عندي اربع انواع منه اه عندنا اربعه من السوبر لايت اه لا آه. 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 لا ده قصه بقى انت في قصه ثانيه الاخضر حضرتك ده طب آه. احنا عارفين اللايت اللي, اللي, اللي هو اكبر ازازه اللي هي الصفراء اللي هي تعتبر الايه؟ البوص بتاعتهم اللي هي اكبر ازازه عندنا اتفضل عندنا السوبر لايت منها برضه بالمناسبه الحجم الصغير 500 وخمسين. اه دي حجم لتر اقتصادي اه اتفضل احنا كل عمليه يا جماعه ان احنا بنوصل لست البيت او اللي بيستخدم المنتجات الكيميائيه في المنازل هو مش اعلان لمنتج اكتر ما ان هو اعلان تعليمي وان الست اللي بتستخدم المواد الكيميائيه الكيميائيه في في المنزل تبقى عارفه هي بتستخدم ايه تبقى عارفه على اساس الحساسيه وعلى ايد اطفالها وقع على الجلد لامس الجلد لامس الاسطح المعدنيه ما تضيعش مثلا الشكل بتاع المنتج اللي الحاجه اللي انا بحطها عليها وبالمناسبه اقطع حضرتك أتفضل. اسف معلش لا اتفضل معروف ان اي منتجات يعني حتى كيميائيه او كيميائيه لازم ابعدها بعيد عن متناول الاطفال يعني ما ينفعش المنتج يكون عرضه للاطفال إيه طب رقم معانا اتصال رقم رقم معنا اتصال من دهالية اتفضل وسام اهلا بك يا وسام من دهالية معانا اتصال الو ايوه اتفضلي السلام عليكم اتفضلي يا استاذ وسام اتفضلي الو اهلا بك يا وسام اتفضلي انت على الهوا ايوه يا استاذ وسام السؤال حضرتك السؤال بتاع حضرتك يا استاذ اسامه أيوة السؤال بتاع حضرتك اتفضلي بقول لحضرتك اه اتفضلي السؤال اتفضلي هو انا كنت انا اللايت اصلا عارفاه من زمان هو بصراحه تحفه بقاله 10 سنين حلو آه. جدا اه اتفضلي هو كان بالنسبه لي الجديد عندي السوبر لايت هو كان مفاجاه بصراحه حلو قوي بس انا كنت كان ليا بس استفسار اتفضلي معانا الاستاذ مجدي الكيميائي او المسؤول عن منتجات الشركه هيجاوب بطلاقه يعني اتفضلي اتفضلي هو انا بجيبه دايما من الوكاله اللي في المنصوره لان ماما قاعده هناك بس فضلت. انا متجوزه في العاشر هو ليه مش موجود في العاشر؟ طيب ماشي يا استاذه وسام شكرا على سؤال. طب هل هو المنتج مرايا حضرتك يا استاذه وسام في الاستعمال؟ بجيب نتاج مع حضرتك؟ الو؟ أه شكرا استاذ وسام تقريبا الخطة تقطع أه هي سؤال حضرتك يعني يعني انتم مقتصرين على المكان اللي بتصنعوا فيه ولا بتودوا لا جميع لا الاماكن؟ لا بالعكس احنا مغطيين بالعكس زي ما الاستاذ اسامه جايبانها هي قاعده في العاشر دي بقى نشوفها آه مع اداره آه البيع بقى آه آه فيها بقى لا آه 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 لا احنا لا مع حضرتك دلوقتي اه الحمد لله احنا مغطيين الوجه البحري بنسبه لا ده احنا عايزين نغطي الوجه الابلي آه قبل الوجه آه البحري آه لان آه الابلي بصراحه هو اللي تواجدنا فيه يعني يكاد يكون معتدل شويه وهو داخل في الخطه ان شاء الله لا 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 احنا عايزين تواجدنا في الوجه الابلي آه. لان احنا اصلا كلنا بنعتمد على الوجه البحري كلها اللي آه. لينا لو منافس بيع فيها طب ما بالاضافه في لعربيات اه طب ما العشر في الوجه البحري آه. المنتج بتاعهم دي, دي بقى نسال فيها اداره آه. التسويق ودي آه. آه. يعني معلش بعيد عني شويه معلش حضرتك مسؤول عن الانتاج الانتاج او التفاعلات الكيميائيه آه. آه. بتاعه المنتج هو بقى التفاعلات طيب نرجع تاني لموضوع السوبر لايت اللي هو حكايه انا شايف منه ده اثنين خمس آه. الوان لا اربعه آه. حضرتك اربعه لا أربعة. سوبر لايت آه. سوبر لايت اخضر سوبر لايت آه وايت ابيض سوبر لايت آه دي من لايت الاخيره اه ده سوبر لايت الاحمر سوبر لايت الاسود آه. هقول إيه؟ اقول لحضرتك الفرق بينهم آه. طب احنا كل مره عمالين نغمق آه. لا هي, هي الفرق. اتجاهات روايح اتجاهات رواية اه اتجاهات رواية في مثلا حضرتك بتميل لريحه معينه في واحد تاني يعني من... مش كل لون يعني هو اللايت اصلا التركيبه في الثلاث انواع اللي هو الاخضر والابيض والاسود طب حضرتك الت... طب ثواني بس حضرتك هنا اللايت اصلا بننتجه بريحه معينه ممكن نستخدمها في البيت الليمون اه اللايت ليمون اللايت ليمون اه اما آه. السوبر لايت حضرتك لأن الليمون غالية من دولت يعني مش عارف <applause> حضرتك يعني <applause> السوبر لايت بقى حضرتك الاخضر ده بريحه البرتقال الابيض بريحه اللافندر إيه؟ الاسود آه. بريحه التوت الاحمر بريحه الفراوله الاحمر الوحيد اللي مختلف عن الثلاثه دول يعتبروا تركيبه واحده أوه. باستثناء اتجاه ريحه، حضرتك بتميال للريحه دي اشمعنى يعني هو صاحب المصنع اهلاوي مثلا اشمعنى بيستثني الاحمر بالذات؟ إيه اقول لحضرتك الاحمر ليه؟ أوه. لان الاحمر له استخدام زايد عن استخدامات دي كلها وهي الالموتال اللي موجوده والخشامونيوم اللي هو موجود في المطبخ آه امن يعني امن جدا يعني الاخضر نفس استعمال الابيض نفس الاستعمال الاسود آه بس بتفرق معانا بس في الايه؟ في الريحه بتاعتي اه اه اما بالنسبه للاحمر مخصص للمطابخ بجميع انواع المطابخ اه ما انا اكيد, أكيد ايا أن كان الطلاء اللي, اللي على المطبخ فهو آه امن عليه فلذلك الوحيد المخصص للالومنيوم والالموتان ما هو عشان يخصص لنا اللون الاحمر برضه آه برجع ممكن آه يكون اهلاوي بقى اه ممكن <applause> يكون اهلاوي برضه زي ما حضرتك بتقول ومستخدم الالوان الاحمر في حتى في الغثيان بتاعته كتير برضه آه طب حضرتك السوبر لايت آه احنا قلنا اللايت بيستخدم للبوتاجاز للشواية للشفار اه طب للافران بصفه عامه آه السوبر لايت بنستخدمه لايه؟ السوبر لايت حضرتك للسجاد والسجاد والمفروشات. بمعنى كلمة سجادة ومفروشات. يعني أي بقعة، أي دهون يعني بقع معلش. لا حضرتك هنا اه, آه, ده آه, آه. هو, هو مش مذيل بقى هو منظف، يعني يعني مثلا لو إيه دهون وقعت على السجادة، على الأنتريه. آه. أي أوساخ فعال جدا معاها، مجرد بترش لمدة يعني تلك. هو مش مذيل بقع؟ نعم؟ مش مذيل بقع؟ إحنا قلنا هو مطور مطور ماشي عليك. هو مطور لكل حاجه طيب هو هو مطور أوه. حضرتك ان بتقول ان هو مطور لللايت كفاءه عاليه ماشي ما هو مطور لللايت بمعنى ايه اللايت انا اختصرته على استخدامات معينه اه اللي هي الدهون فقط لغير اه ده بقى ياثر على الدهون وغير الدهون ده اوساخ اي بقع يعني لو بقع بقع دهنيه, دهنية. بالذات موجوده على السجاد او أيوة. الموكيت عندي السوبر لايت اللي طلع مش اللايات. السوبر لا لا اللايت تبقى يعني فيه يعني ايه مش هيشيلها بكفاءه السوبر لايت مش بكفاءه السوبر لايت آه. لان السوبر لايت الماده الفعاله اللي فيها تعتبر مضافه لللايت اه يعني عندي آه. السوبر لا قلنا بنستخدم ليه تاني عشان وليه آه بقى حضرتك لان آه. السجاد والمفروشات دي الياف بتمتص الـ الدهون اللي وقعت عليها طب بتتخللها شويه آه. فعايز ماده اكتر فعاليه اما بالنسبه لسطح الصفات او البتوجاز او الفرن فانا عندي كميه الدهون قريبه جدا للتفاعل طب ما عندي السوبر لايت هنا ده ماده كيميائيه يعني مثلا لو عندي سجاده مثلا عليها رسمه مفرش عليها عليها. عليه رسمي وحطيت عليه السوبر لايت لا مش هيغير عليها. من ولا شكله لا, لا ما يغيرش ما ياثرش يعني مش هيغير من شكل المنتج الموجود؟ لا ابدا والله ابدا ابدا يعني لا ما هي بص حضرتك احنا لما بنشتغل على مواصفه بيبقى لها اسس علميه يعني أوه. ما بألفش انا مواصفه اعمل ده للسجاد واعمل أوه. ده البتاع انا استاذن حضرتك اتفضل عشان يبقى التجربه عمليه قدامي اتفضل هجرب السوبر لايت اتفضل. على جزء من المفرش اللي قدامنا اتفضل اه لا يا جماعه اتفضل فعلا ما غيرش من شكله ولا طلع معانا في ايدينا اي شكل لا من لا اشكال لا أبداً. المنتج بتاعنا على الكاميرا بتاعتنا هيت ما فيش اي حاجه ما فيش اي بقع ما فيش اي حاجه ده اللي هو السوبر لايت اللي هو بترش على المفارش بترش على السجاد بترش على الجدران يعني على البنيوهات حين. على الأحواض كل ده الابواب الخشب لا إيه الابواب الخشب والخشمونيوم قلت لي بنستثنى حاجه واحده منه اللي هو انا شوف متذكر حضرتك كويس صدق جدا صدق اللي هو اللون الاحمر فقط. ما احنا بنتكلم في السوبر لايت ما هو آه سوبر آه لايت بس لايت الاحمر بس الاحمر اه عشان ما حدش يروح يشتري سوبر لايت نوع تاني من آه الانواع التانيه آه لا, لا, لا انا آه بتكلم آه بصفه عامه على السوبر لايت اه السوبر آه, 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 اه انما الاحمر اللي بنستخدمه في ايه بقى؟ الاحمر للخشمونيوم الالوموتال المطبخ لو مثال المطبخ لو متال, متال. إيه المقابض لو انا خايفه عليها لو عليها ماده طلاء قبل اي تفاعل أوه. لا الاحمر ما ياثرش يعني سوية. هي يعني احنا بنشوف بعض ال المقابض بتاع المقابض بتاع آه 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 لونها أوه. مثلا ذهبي لونها فض مش هتغير من لا لونه لا ما تغيرش من لونه اه ما تغيرش من اللون. مش هتغير من من الوان اي حاجه لا أي حاجة. لا مفروشات ولا لا. ده بالنسبه للسوبر آه آه لايت آه بالنسبة بتاعك. برضو للسيراميك آه طبعا الجدران اللي هي السيراميك آه فعال جدا عليها برش على السيراميك طيب دقيقتين او ثلاثة لا ثلاث دقايق ثلاث دقايق, دقايق يعني دقايق احنا نرشه ونسيبه ثلاث دقايق ونجيب السفنجه بتاعتنا يتمسح بيها يتمسح بيها نسحب بس كده آه وبعد كده نصطف بالميه طيب انا هطرح سؤال في الحلقه وشركه الفنار هنا تقدم لنا جايزه والاعداد يكتبه على الشاشه اي نوع او اي لون من الوان السوبر لايت بيستخدم في الأومتال والخشموني وده سؤال وشركه الفنار هتقدم لنا مجموعه جوائز هتقدمها على طبعا لازم يعني. لازم جيم سؤال ما يجب عن نفسه لا هو يجيب عن نفسه بس المشاهد لو واعي وقاعد واعي <applause> قدامي هيعرف اي لون من الوان السوبر لايت اللي بيستخدم في في الامونيوم و امونيوم تمام طيب. وحضرتك النهارده يعني بصراحه انتوا بتقدموا لنا منتجات كتير يلا الشركه يلا. تواجدها يعني انا عارف ان مصر احنا يعني بنصنع بتشجع المنتجات المصريه وبتشجع طبعا. طبعا. منتجنا فين من من المنتجات العالميه او المستورده احنا فين منه يعني والله الحمد لله من المنتجات الاوروبيه لا 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 بفضل الله واخدين شريحه كبيره جدا الحمد لله لان برضو اللي بيثبت او بيثبت اي منتج في السوق جوده انا قلت لك المنتج يتوفر فيه ثلاث شروط أو. بالاضافه للشروط القانونيه الشروط القانونيه حاجتين يكون مسجل طبقا لقواعد الهيئه العامه المصريه للمواصفات الجوده ويكون مسجل علامه تجاريه يبقى مبدئيا إنحة مستوفي الناحيه القانونيه له آه. كده انت بتاخد منتج وانت مطمئن له. نيجي للناحيه بقى اللي هي التصنيعيه او الناحيه الفنيه او الناحيه الكيميائيه. آه. طالما ان هو مطابق للمواصفات احنا شايفين ان المصنع يستعين بخبره زي حضرتك آه. لا يمكن هيئه المواصفات هتحط مواصفه تضر بالمستخدم. ايوه ايوه آه. اه يعني, آه. يعني آه. احنا بنقول ان المنتجات بتاعتنا يعني حضرتك طالما احنا طلعنا منتج بالمواصفات ديت ليه ما نسعاش؟ احنا يعني عندنا سوق افريقيه بسم الله ما شاء الله سوق واسعه جدا وعندنا السوق العربيه سوق واسع جدا العربيه آه ليه ان احنا ما نسعاش ان احنا ندخل المنتج بتاعنا بالمواصفات ديت؟ دي الخطه القادمه ان شاء الله دعوات حضرتك والساده المشاهدين دي اتجاهنا القادم ان شاء الله ماشي طب طب ما هو انا قلت لحضرتك حاجه مهمه قوي معلش برضه بقررها للمستهلك اكتر من مره انا عندي اي منتج سواء منتج او منتج غيري إزة، شايف إزة الم... توفر فيه الامان أوه. والجوده والكفاءه خلاص انتهى الموضوع يعني منتج امن وفعال جوده عاليه كفاءه عاليه امن على الاستخدام خلاص هيثبت نفسه غصب عني هيثبت أه، احنا في اخر الحديث اللي مع الاستاذ مجدي عطيه مش قادرين نختم الكلام بتاعنا عن منتج منتجات شركه الفضاء حضرتك بس ال ده هنسيبه حضرتك لحلقه جايه تجينا حلقه مخصوص بالسترون إن شاء الله. وفي اخر برنامجنا بشكر الساده المشاهدين على تواجدهم معانا على قناه الصحه والجمال وبطلب من الساده المشاهدين طلب واحد اخير الالتزام بالكمامه الالتزام بالكمامه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته <تصحب>